بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، خبركم حوات خبركنا حاتم ملا عالم تركبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تربية الأولاد وأهمية تربية الأولاد مبل شامنا يكفال كنقتلينا. ما زلنا مع الأنبياء طبعا، مس أنبياتات ينزلنا سقاب حجي كما يجيرهم أنبياتات كلاتهم عليهم السلام جميعا، بيتسابوا من ندك ومن بتحق أن دين حيزوم نخوخدو تسعر وزنبرو كلاتهم كم تذكرنا يوم مالاتهم كم جمرتا جميرهم كاب يعقوب عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، زكريا عليه السلام، كلاتهم سقاب كندينا أقداسي خمزخونة إتي ولاد ولاد مولاد رايزي كونين تايدا ولاد وليد كاسي صالح ولاد نخوخون الكا ندنيا أخيران زت أكم، لأنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا لوم رب العالمين. جنزبن ولادن زينة أيو ملك عمالتي الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك. إتي خير زت أغمكا صراحة وتقن إتي أعمال الخير يخون ترب زفتو مقبار ديو، لكن إزوم قلعو تزي أمك أنا إزوم ولاد زي أمك إتي فرى ناي علاقة مقدسة زخونة إتي ناي حدار نورة رب العالمين نهاتو فرز قبرهم كأني زيأتهم كأ كل جزء بتحق من قد أتحزنا من خنكيدنا عنا رب العالمين حلف النتي بنا قدمي علمان ولدنا حلف النتي بوم قدمي أخانتهم مجمرتازنا ورا حلف النتي بوم إنه كمتي الرسول صلى الله عليه وسلم زبلو مالتي زخونة ولادك ولدن كله بحلفي تي أسلامي كفت فطرة نفت فطرة خمزة أتو فطرة الله التي فطر الناس عليها إتي حق أن دين تحق أن أمنة بوشتنا رب العالمين أغميت وعيو نحنا خا تقبلنا بتحق أن من قد نخون خحزو أفت مسمر كنقتو من كنسرع من كنفتو من السو إتي أقداس مالتي. ولذلك دين كأمالت عبي نقر سلزخوني حقيقة بحيل زخون نقر يكون بحيلي زخون بحيل زمت طبعا مترشتو أفتي نسانت كترخ بلو ساعات كلخا دربي خيوت انت انك خيوت خيد نغيريو. فبالتالي اند حركا مجمرتا دقنا نتي دين كماني كفتو كنفتوم محبه خحزوم مس اند حرزي غيرنا يوم لك خمتنا عنا سمعنا مالتيو ياوي قديتا خوينوم كقبلونا ام كسمعونا ام مجمرتا ده حرقن مؤكد افتين بعلاتهم نفسهم زخللو غزي خجمرو خلو تمليسوم غليص الى ما يريون مالتيو. ولذلك خمت زبلنا يو ازيوم انبياتات قدوانا سلو زخونو نهاتهم تم تختلنا انتم سريعنا بتناتهم زبول وخن كيد سلزلنا ناي كلهم ذكرنا مالتي حج خاني افتمت ارشتا نتوي تطوبلنا يزنبرنا بزعبة خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كمي كم تأززن تاي كم تبهالي جميرنا ينيرنا مالتي السخاني الله سبحانه وتعالى انتايلوه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. عفوا أب آية 230 كلتن سورة أها مالتي حج خازي قليس نينيرنا طبعا تاي مالتي إنه صلاة أقداسي خموهانا نرأسنا ندك أنا كل جزيخ نزاها خروم كلنا طبعا حجي أب صلاة نقابلنت قلت ألنا إيو معاسينا قلعوت نقززهم سقاب كندينا أقداس خم خانو صلاة كا تي كله زبلنا يوم على تينا يقول عت قداي بتجبر دا يوم بزح جزء مهارم بري جبر الكيوم ما يكونه مجمر تذكرون دحين كونكم كن جمر كلنا انتينا زم علماء التربية انتاي بلو مالتهم قل عاسي زبل كيو أيكونن زجبر زجبر كيو إزجبر. فبالتالي تي نحنا نجبره تي أقداسي أبتجبر نوع له نصوري أمس لزكاتات هلونا نحنا كل جيزة كن قاطعات أرى لنا نتاي كم نجبر مثلا تخكلنا مسمر كن هو مالتيو قد قالت زلا نتبي مالتيو أفتانا رسول صلى الله عليه وسلم تحر صلاة بصلاة تقدس سبر قبر الله نعخان ندك أخان نزر أخان أمهر روم سقودو إلو رب العالمين سأززو كان أيكا الله سبحانه وتعالى نتايلو
أوحى الله عز وجل إليه بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بسورة التحريم آية شدشت مالتيو. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي إلو يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه وشروطه فقوا أنفسكم وأهليكم نارا، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا والتوبة عما يسقط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بأمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال: حجزي الله سبحانه وتعالى زقلت أنا زلو أنتم إيمانياتات أنتم إيمانياتات حجت متسوعته. يا أيها الذين آمنوا حجي قو أنفسكم نفسكم أدحنوا وأهليكم بيتسبكم نستخم دقهم كم من تاي كبحوي كبحوسي أدحنوا بمن تاينا نحنا حوقنا دحنا زقبأنا بامتثال أوامره بتنا يا رب أمر زبولنا قبورو ندا قبرنا ونهيه تي النهي أي تقبور زبلنا خاء نعون دا قدفنا مالتيو كنقاق خلنا خاء أن إي أستغفرنا توبا قيرنا مملاس مالتيو لأنو تي عذاب زبت حونا قرات خن قدفن كلنا وندقنا خاء أن إي كنقدبو من كلنا خن علمو من كلنا كنا قددوم كلنا يبيل مالتيو نعبنات قالو تقددولو نقرات قالو إي مالتيو مثلا بزعبا سولات قود شو عدت عمد عززو قرعة ودع سرت عملت كبت حوله خاني أجددهم على تعينته عبنت وضربوهم قبل الحديث زمان سقلت لنا يو نمن تأيو نسخ خاني كن كنقول تأينا. فلا يسلم العبد إلا إذا قام كابز عذابزي كابز سقايزي كابز حوي والعياذ بالله كاب جهنم. نسأل الله العفو والعافية. طبعا نحنا فعلا كم ترى صلى الله عليه وسلم أنا زفلت أتفلت نيركم يعني تاي كم تبين نازل لهم على تتفلت نيركم سي يعني بتعمي واحد مسحقكم نيركم بزح مباخكم نيركم إلى نار صلى الله عليه وسلم. سلزي حقيقة نحنا يعني اتي زنب مبزح ناسي أتبقنا نفلتنا معنا نايت جهنم من جنان أتبقنا تنفلت نيرنا كلاتنا خبي جميرو مالتي من الوقت بزح متقط أبنا نيرنا يبل مالتي. لكن اتي نحنا فلتت بتعمي واحد سلزخونة ويد ما تي إيماننا ضعيف سلزخونة ديو ويد ما يعني بزح أسباب اللوئي طبعا أكيد ربي توفيقها بنا حقيقة ربي إيماننا قد يبلو ربي نهاتو من قدين نخنحسي يخألنا بحتيرو مهنات نعين أخا كل جزي اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لنا كل جزي نلمنو لأنه نحن دعفائنا حقيقة اتزت بيننا زلو عذاب تنفلت بزح بتتنقعنا اتزت بيننا زلو نعيم وجنة تنفلت نيرنا تسبقنا أخا بزح متزقى جنة نيرنا نعو لكن تاي نقبر نحن ولا حنتي نقبر لا نتحوي أين تخلخلنا ولا نتجنة تسبقنا زلون خير سرح أبزحنا لون يعني حقيقة نتي أمر رب ذهبنا نتاسولات كنسك داخمان ربي عفوي بلنا أبزقوان زي خمينا نخون دلنا أبهلو لو هيوتنا أبسرح ديو أبقلديو أبقلديو حنسع يعني من البات لحظات كتركب كلخا ناي سفاء القبل وي لحظات كتركب كلخا ناي تي سولات متعة كتسجدي لك من البات لحظات ترخيب كخماني يعني عبي نعمائي مالتي بزقوان زي لأنه كله تراي قويا قويا خوينه كله يعني نبينا خم بتصح نقول زلنا رب حسن الخاتمة هذا حقيقة اللهم آمين. كلاتنا أبتصب كناتا تيكون نزلنا كلاتنا أبناي هول الدنيا أبناي فتنن أبزح ونجراتي نزلنا مو رب العالمين بحسن الخاتمة قيرب نايت وشت لبنا ريو بعلو بتي رحمة يرأي النمبر بتي نجبر صراحة وتت فتقم كما قرنا إنا نبرب خنقرب زفر رحنا قريب ولذلك انتايلو
إتي أمر ناي ربي نن أم نفسه مالت خوعلو زلوه، فلا يسلم العبد إلا إذا قام بأمر الله به في نفسه. يعني بتا أمر رب زبولوسي أفت نفسه دحر وعلوه دحر كأقصيله أو فيما يدخل تحت ولايته، يعني ناي تحلف النزلك مالتي ود تبعتي من سالة سبأين دحر كوينو ناي سبيتو ناي دقو هم كله ولو سبيتي أفت حق من قد اللادو أفت دين اللادو تسجد دلا كم تشرع عزب لاست خدينا دو تخيد الله نعاها أنا إيه بمحبة غيرو ناقون كتسنحا نخحزا دوكو خم إلو زقور قرن دحر كوين دك أي كان إيه يساوي في إمهارو دلو قرآن دي قرق اللو إلو لأنو عاب حلاف نتلو حتى تلو خم زقونا مالات تسبعي نفس الشيء لأنو خم ترى صلى الله عليه وسلم زبلنا كل مسؤول يعني كلكم مسؤول وكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته كل ناس حلفنا تلنا وتعبت حلفنتنا خاتت أيقتينا طبعا كابتي ناي حلفنتنا عدي من حدار جميرو سقابت زنا أسا حلفنت زبها الزرلو كله تتأيق أي مالتي كل بتحت حلفنت زاتا خيو تتأيق اللي إخا مالتي ولذلك إتم دقي يخون سبيت يخونو سبأي حتى تلم سبيت خاني طبعا أفتينا هذا مسؤول يا رب زقمت الله بحدارة بجزء بدقة ب مال ناي سب آيا جنزب ناي سب آيا استاد استاد كله فرناش ناي سب آيا كله استاد حتى تلو مالتي من تاي حتى سو أمانة له زي كون سب كي متصو زي كون سب كي قربو بحلال كتكيد يعني بزح مسؤوليات حتى تلو لا مالتها لأنه مش أكيد حجب زقوان الزلون حرقنا يو بزي شوشال ميديا مس إزلو يعني سبحان الله بزحت حتى بقدامي الشيخ الروحيلي حفظه الله سليمان الرحيلي يجلس نيرو بزعبة زلنا يوب زوانزي في تنسي بتعم حيال سلزخونة أنتم بتسبات زلهم يبل نيرو حدا راي بل نيرو انت إذا حدا رازخ أني دك أنستخم دكهم بمحبة بفقرنا بجزاء سي أتقبوان مخنياتو زي أم زي آب البشر زبهالو زبقتات دك سبات كونهم زبقتات رب زي فرحو زلو بزي شوشال ميديا أنا أبنت حانت قوال نستيتي من البات بزح نجر زي نساتو دوليو زي كتركب تخيلها كاب سبع يا بزح مشاكل قبر الله خيلي خوني خيليو طعم زربا زي الزربا خوني خيليو بزح نجر كاب تفال علي مخنيات مقصر خوني خيليو حجي انتاي خون زي أم رب زي فرحو سبات زلو مالتهم زي آب البشر زبهالو زبقتات دك سبات كونهم جن زبقتات رب زي فرحو بزي زمت أوش شال ميديا مالتيو بفيسبوك ديو بإنستغرام ديو بواتساب ديو بجلا ديو طبعا رب زي فرح عند حركوينو أب مسمر عند أتوه بواتساب زلو جروب عند أبنت عند أتوه هاي عند بلة سلام عند سدد طعم زربان عند سدد حتى سب حدار كي ترفع مسكن دي حمة قدك تبعتيو زي ربحو نعاتا وشتن كونتاتا فليتهم دحري أن زكاتات لون مالتهم طعم زربان ده تزاربو ساتهم يتسلوا طبعا السوق زي يزحلف زلو نعا أجن قال نستيتي بتسمعيتها بكتكيد سلا تخيل بسمعيتها بتعمي أقداس سلا زخونة نعا إن دحر اتسب آيا حما أزربا زي اسمع دحر كوينو إن دحر تصبو زي اللو مس أخوينو إزي بشر من الزئاب زخونو خمز عينت بقولنا أتيوم بزحنا قر حما كبت أحي خيل مالتو إسا زي حسبتو حتى ممكن أبحما أكتبت إحدى زي حسبتو لكن خطوات الشيطان قال لنا قرس لزي كونه أسبق أسن دابلنا بحما أسل زي أتوكا زومكم زي أم عينة سباسي تتأنق وقو ما تسي يزولو حجي شوشال ميديا نخير سبكي تقاملو نبزحنا قر حما يتقاملو سلزولو حجي إتوم ضعاف النفوس يوم طبعا لأنه الله سبحانه وتعالى انتهي بلنا نعانا ندك أسنيو مثلا كزارب كلا قوال نستيتي فلا تخضعنا بالقول يعني كتزارب كلاسي سنسرعات قراخ تزارب كم زلوا مسمان محرم نها تازي كونة سنسرعات قراخ تزارب كم زلوا إزنا مالتي ولذلك زوم زي آب البشر زخونو خاب خمز خط قمس لزخولو نسأل الله العفو والعافية نتأنك أغيلو يحبر نيرو مالتي نمنتاي زخولو خاني كم تزقلت أزلو مالتي الله سبحانه وتعالى اتناي النار زو سفا مالتيو او صاف ليزجر عباده عن التهاون بامر الله بامره فقال انتايلو الله سبحانه وتعالى اتي نار جهنم بطعم برتع خمخانو زغلصلنا
وقودها الناس والحجارة كما قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون عليها ملائكة غلاظ شداد أي غليظة أخلاقهم عظيم انتهارهم يفزعون بأصواتهم ويخوفون بمرآهم ويهينون أصحاب النار بقوتهم ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أي دليل مدح الملائكة للملائكة الكرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. حجي إزنات بزنتايو إزي عذاب جهنم حماق مخانو توم ملائكاتات كأن إبتعم زفرحو مخانو توم ناي عذاب مالتهم عكس ناي توم ناي جنة ملائكة مالتهم زوم ناي عذاب ملائكة بتعمي ترئيتهم زفرح دمتهم زفرح تي مسنبادهم تي يعني زساقيوخا زفراروحوخا أب حما معاملة زعاملوخا مالتهم زوم ملائكة زيهم رب العالمين كومو خمزلو غلاظ شداد يعني بتعمي حيالات برتعات دسا يبلون مالتهم حمق تأشم خونتات زلوون مالتهم زيهم كانت طبعا زم ملائكة زيهم تأززتهم بتحد وقن كأرب العالمين زم ملائكة ينقدوا مالو مالتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نحن دك سبات أززاتنا ملائكة أززاتهم تم ناي ملائكة خيري خونو تم ملائكة نا شري خونو كلهم زيهم تأززت يوم كافت أمر ربي أي وزقون يوم مالت يوم مريج أي بلوم من ملائكة مريج أي بلوم من ربي زأززهم آمين يلوم ترائم زقبر كامنا هنا يكونون ودي سبقن تمرز إخيلي تدليو يقبر تدليو أي قبر رب العالمين عقله هو وكرموه ولقد كرمنا بني آدم إلو رب العالمين بيتي حنقول ذهبو كاب إنسسا فليوه كاب ملائكة فليوه إتي درجة ناي بني آدم زل علي حتى كاب ملائكة زل علي ناي بني ودي سب درجة مالت يوم. لكن ملائكة كل جزء يعني من رجاي بلو من تعززت يوم مالتهم يعني قال يوم ملائكة تتلو كابتا زخل لقوا جميرهم سقاب يوم الدين تسبيح ويدما تا تعززوا سجود رب اليوم من تائم دا قبرو تفال علي وزائف اللهم ملائكة كابا اي واتسون يوم مالتهم حانت معالتي اي نقبرن إلهم اي فلتون يوم. اما بني آدم كم تمرج اي مالتهم وهذا فيها اي دنيلو نزوم ملائكة زيهم كرب العالمين نئدوهم مدحيهم انه كافتي أمرنا يا ربي أي وجه اليوم. أما ودي سب طبعا ربي زفته وله أفتي أمرنا يا ربي تسنح ربي تسأل أقول له خاني كافتي أمرنا يا ربي وجه يركب مالتي سالسين أطبخ أمر الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنتي لو عزيزنا نخل سب مالتي مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. إذا طبعا إذا حديث إذا صحيح حديث صحيح مالتيو إذا تأزاز إذا خانتاي مالتيو إنه دكنا دكي شوعات عمت كونو خبات حخلو طبعا تاينا حجين حسب زلنا قانا دك عمت كونو خلو قانا يعني حتى قدم دك عمت كمان حنسى عنسى سبحان الله عند حرقنا يوم قلعت كان دقنا يخون ولا دقنا خنريهم كلنا متيوم مسخا يسجدوا تاي تقبر لها اي فلطون يوم صلاه ديو انتايو لكن كم تا تقبر سخا متيوم يسجدوا مسبو ام دي مسدي ام دي جماعه تسجد كلها متيوم تختيلو مسخا يسجدوا معناتيوم ات حركاتات ترجا كلهم دق خلت عمد كمان خلو وخلو يقول يوم مثلا حنسا كم زقرؤ مسيلهم اند قرؤ كس اند سجدوا نريهم معناتيوم سلازي اتي إذا شوعات عمت كمان سي بإندايركت بزربة ولا زي كونس بمرأي داتا مهارة داتا مهارة بزوح نقر دا فلت إخيد مالتي طبعا قلعت بتعمي أم زستوعلو بنا أشتقم كله مالتيهم حجي زغبر كاي نقر يوم زريو حجي نقابنت حجي طبعا أبز عدي بحلف نحنا أب إيروبا أب أمريكا ننبر صلات أبزخونا خيدنا خنسجد أبصرح يعني قليل نقرا يكون كن دي جهاد يخا تحلف له مخنياتو حتى ابصرحها كل سبا يكون الدز بلو تسجد لانه كابتفال لي عليه تلنا كابتفال لي هيمانوت حتى حنسى اسلامي يخاف اكا يمكن اسلامي يعني اسميا مسلم كونون بعلو اي سجدوني وممكن امنلوني حتى الصلاه
حجي ويكا يعني سايكولوجيا يعني انه من هالبات نسو سلا زي سجد ينعخا يعني كانه حاقد عليك كوني سمعك سجد كريكا خلو بطعم دس هيبلون قالي وقالي حتى سلام اي كوينو مالتي حجي اتي صلات اقداس مخانون دحنا عخا خوينو ابزخد كاي صراح لا قدن كنت نقرم انا عن نفسي كوم يزقبر مالتي قانا صراح جمرن كلخو انا صلات كم سجد نتحلى في قنا مستم حلفتي زارة مالتك صلات كم زخ سجدي افتقوان زتعمني بتسرح كي بخركو سلازيتهم سرح ثانيا مساي السرحة متين كي ترعى يملكت مالتي مجمرتها ويا حقيقة اتي اسلامي ابزخونو بوتا صلات براح تخوين السجدلو عدل كتري اخلخا بتعمي زغنا كان منتاي يعني ما يحتاج صلات كسجدي يلوسي ما نمسب مقلاص ايدليونيو يعني لانه بديهيو أب عدس عد سلام بحلف خوينو أب سلام أسلام أي بزح زلو خوينو أب زقن كم يكون الناي جدن كتقلت ألكا ولاك واحد ما شاء الله لم يدوم وامي فلت يوم سلات تايكم مخانو لكن في يعني كم تي الله سبحانه وتعالى زبلنا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا بتحقي قربك حق زكاة خاله أفت حقيق أفت واقع لكن بزح سبك شجرك كاي خال مالتي بوذيين اللو رب زي أمن اللو سيخ لو زيوم حاقدين كمسيحيين كاب كاب كعدم حقد زلوم زي ما تقولوا وشيعة لو معت بزح نجارات يزلو مالتي سلازي يقات مكاي بزح نجار حجي نحنا أفتي نهاتي جروب ويد ما نهاتي قول عدم هرلو مبزحتهم دك أسلام يوم تفعل لي عليت يوم سنة لو شيعة لو وكريستيانا لو تفعل لعينتها اللون حج لكن الطفل على الفطرة مخانو زرئيكا كلاتهم قلعود يعني أنا مثلا كسجد كريئنو خلوه يعني ما عندهم أي مشكلة تقول عملت حج أفتعى بإيزولو حجي حنتي قلعة أسلاميتي أنا بيتسبة كيدات زارب مالتي سجدي أم طبعا أنتم بيتسب سلوزخونو حجي بزعبا صلاة تبلني تي أدمت أنتي تبلني قواليسي خمزيلاتني أبتي في الروضة ويد ما أفتي سرحوا له مالتيو بجكا سعاد كان أسب سجد يلن يعني خم لا تكيل يا أو حجي لا حيزة مالتيو حجي تملاحظة نهاتا يعني اتي مستوى على إنه تي مسجد بتأفتي بجزء أي سجديو أنا ممكن سجد رئتني وخال أسب كم زي سجد كأستوى على مالتيو والله أنا لا أسأل الله سبحانه وتعالى زي أشهد نهاتا يوم القيامة تغمني قليل نتزار ربنا مالتيو فلذلك اتي صلات تقول على كل يقرط 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 أبحث عن قوله مالتي كابن إيش تقول كله كم زي يحكي لنا إنه حد قال على كل جزء أديو ترى يكسر جدير عنيرو حج تاي مسلون يرزق قال على نسوت صلات نعم زي فرد زي كوني مسلون يرو حج حد وان قال أتس كسر قدو مسرع أي مالتيو قريمون ديو حج أنا يعني سب أي سجد أي مسلون نيرو نمن تاي تقول أنا كل جزء أديت رأي أخ سجد زريعة أبوي كسجد رأي أيوة عيفلت أنيلو سلزي إذن بعلو عابي زت حساس من جري كامر أي زت عزوة زقلعة من ألبات تولادي تون نشت إلى أي تزاربون يرخت كون تخيل تسولات نخلو فرد مخانو حواتن أو داتن أو قالاتن كونو بجزا خاني نخلهم حدا عينة فرد مخانو الكخت ردهم كم زلك كل سبب يكونن أفت التعبابيا اتي تخكلنيا تعبابيا تربية صحيحة غيرو سلا زي كيد بزح نجر بجيجا خرد دو خيجو يعني كان منتي ولا كوت ولاد تزاريب و زي كوني كاب تزع الزبون اي بعلو يعني اب حنقولو زقمت انا قرات مت مالتي ولذلك ازي سقا شو عتا عمت زلون بعلو قليل عمتات اي كونن بزح زمهر اللو قل عايو دار قاب يعني كو بزح نجر تهان تقول لي خا سلا زي رسول الله عليه وسلم انتايرو مروا اولادكم بالصلاة ابسا شو عتا عمت كبت صحولو درجات مرتز جمر له جزء مالتيو إنه خلاص كوازب كجمر له سجد بحال مالتيو سجد صلاة مهم يعني تريننج يقبر تدريب يقبر مالتيو يمكن زهري يسجد عصر يسجدن مغرب يسجد عشاء يسجدن فجر يسجد وهكذا يعني محفزات إن ده قبرك تمهرو مالتيو كاب شو عت عمد جميرس قاب عصر تعمد سلست عمد هاللو تدريب مالتيو حجي أب سلست عمد زيسي يمكن عسرت عمتك بتصح كله إن دحتهم ولدي أفتجزا سجدت خوينهم يوم مؤكد زر بعيد ليوني خلاص
يفلط يو انه صلاه مهم مخانو كم تجزؤ مالتي اندحر سب زي سجد كوينو سجد كتب له ديكو النجر فوضربوهم عليها وهم ابناء عشر دك عشر تعامت مسكونو جن ناي جدن كتقون حلكا كتكريلو لكا يعني طبعا ناي جدن حجي اتي ضرب انا ابنت حجي ابزع الدقول عدك تهر ما يفقد كانو بحقي تحازو لي اخا نبعلخا اب كندي صقمات تبصح قلعت كوزدوهم يخليهم كابت بيتسب نابكال سويدن فاميلي خوزدوهم يخليهم حجي وضربوهم كبهرن كله ناي جدن يكونن نحنا بمهرمتي كنسمع مالتي بزح كاله اساليب التربيه نتقلع زفتو نغرات ندخل كلكا مالتي اذا دحر زي غيركا ازي ايت ايت وهابن كم زين دحر غيركا ناب زبوتا زي ايت خيدن ندابلكا بخمو قالو تي اساليب التربيه ناي جدن تي ترغيب وترهيب نديو حجي تي ترهيب كون كله لك خمت خوناتات كان كم تقول نخان نحنا نقبلنا تهاريمنا عبينا تقدر ما ينبرن ولا حنت زخونا ينجر يلن تأديبنا بالعكس تصبق نيرو مهرام قديتا أيكونن لكن قالوا تي ناي تربية التهرار ما زبل حتى بسلمنا يعني مرة يعني حمق التهرار ما يكونن يعني نتقول عسي لأن الرسول عليه السلام هاريمي فلت إن لا سبيتي ولا قلعة هاريمي فلت لكن قليتون أبنت حجي نسبيتي هرم ماز بالسبعي زولو بزح سب جيجازر الدؤم مالتي يعني بمسواك حتى عن الرسول عليه السلام كما يجيرو يخهرم مستبهلا مسواك يعني خمزي ماركيرين يبهلنا أبنت حادة سب حادة نقرسي انت أشمو كتا كتار إيو خلخا أبنت كم زخرخ أختار إيو خلخا أبنت أنا حجي دكي بقول عتهم يعني تزخب ده حجكوا ولا عبيهم كزار بنو كله تزخب ده نعاتهم زنبرن تأيو اندحر طبق زي جبرو ف فليت أو يكوري مالتيو يعني جت أي زور لهم خالص جت أي بلوم بتعمي خبدهم يعني أنا فليت لأنه نايتهم سايكولوجي متعش مسلس جبرهم حجي كل واحد دقو بمن تأيو كوريلو سمع زخ الكل هنا دقنا خنا تصنع لنا كنا تصنع مس لنا أصنعنا أبنت نتحدى قول عز تقمون نتحدى أي تقموني حجي على حسب تقول ع كم زحجي أنا كل جزء مسود عبي مالتي حجي كل جزء كوفيلنا كنا أشكالنا ناي بقول عتهم كنا زارب كنا حقيقة طعمه مفيد سبحان الله يعني حتى حنسى يعني نحلل تي التعب ياسي أنت أي تخلل نيرو أنت أي نبلوم نيرنا أنت أي جيجا نيرو ساتهم ناي حجي نجروني زاربوني كم زتقبروهم نوركو تخكل أي كونا نبلوني حجي أنا خاك منهم يتعر مالتي أنا خمسة مجبرية خمسة مخنيات سلزنا برا خمسة سلزو خانة تحبرة تسب خمسة سلزو خانة أبجزا خمسة شجرات سلزنا برا حجي بلني ودي نعي بتعم تحيل إن نير كاب كاب حواته مالتي يوم كاب حواته كابتي أنا والد السيو حدا ودي وس تنا والد سلست مالتين يبلو أنا سخن عها خمسة دلية كاس سلزنا برا لكن فعلا حجي مسعابي بتعمي وتي نهاتي حيلنا نعوزنا برا حجي يردوه كم أنا تزيد خون نيركي من البات يعني أب كم زين بتحون نيرة إزبل نعرختي نجرم يعني حجي بزعدي مهرام قلعة حجي توم مجمر تخل تقول عت مالت يوم نحنا بخمس لزعبنا نهار مو منير نحدا حدا جيز حقيقة مع إنه أنا كم تخالق تهرامي تايكون كون نيرة جن حدا حدا نجر كبلو خلو يعني نمقطع تلك تهرم مو ميخا لكن كم ولاد خمان دات مهر كاسلة تخيد تن دحريز ولد كون مناتو دك أيجن حنت معلت تهاري من أي فلت أنساتن لأنه نسخاون تبسلي خاخم ولادي نساتنون يعني أم مهرام كونتات مخنياتو قلت إفن أو أجميرا مسأل مزراب سلز نبرة يعني بزربات راي كل يود داني رمالتي فبالتالي تبلني حنت خفتي أماناتو دك أي نمسالي مالتي وخنا خنا قد محجوني لكم نير خفت حدا حدا ناتي التجربة كنقروكم تبلني نعناسي بخمي قركي إخي نجحي إنه في نفس الوقت نحترمكي في نفس الوقت نسمعكي ويعني أبزق وان زي أبزينا يدقنا وان كن كم وخن قبر سيب طعم خبي دي بلعنا مالتين دق أي كلن عموما نمن تأين كأن ناتي زل علقو لأنه ناي أبو أن كل جزء ده حنقول عندهم يركبون اليوم أسيلهم كم مهرون اليوم يعني كان سو متسهل جدا أنا خاني يعني نوع بقول عم تزي تماهيرهم بحجو تزي مهير كيوم يعني العلم في السقر والنقش كالنقش في الحجر كم زبوه مالتي والعاب اشتو تزي تأدبو أنا إحنا خاخو من دابلا نعيك أو أنا ناي ولادتي ناي قزاي زنبرة بيت السبيت التعباب يعني تفالا لي خون خيليو سبعين سبيت المتئنة
ከምኡ ስለ ዝነበረ ኖ ብቆልዑኡ ክትእድበ ኣለካ ስለ ዝተማሃርኩ ኣነ ከዓኒ ኖ ብናይ ግድን ብቆልዑኡ ክእደብ ኣለዎ። እቲ ተእዲብ ኣብ ብንእሽተኻ እምበረይ ምስ ዓበኻ ምስ ዓበየ ደኣንኢ ንኣብነት ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣለው ስጋብ ደቂ 15 ዝኾነ ኣዋልድ ወላ ኣወዳት ማለት እዩ ግን ብሕልፊ ኣብዋልድ እዮም ድላይን ክገብራ ይገድፍዎን ዳሓረይ ኣብ ዓርኪ ሒዘን ምስ ሰምዑ ሽዑ ይዓብዱ ማለት እዮም ኣለው ብዙሕ ፋሚሊታት እዚ ካብ ካልእ ዓልየታት ድላይን ይገብራ ፀኒሐን ሃንደበት ከም ካልእ ከም ማንም ጓል ስዊድን ወላ ገለ ካብ ኣሜሪካዊት ዓርኪ ሒዛትሎ ምስ መፀት ሽዑኡ ኩሉ ትገዛ ይፅለል ማለት እዩ በቃ ቀተላ ሕረዳ ገለመለ ዓር ኣምፅያትልና ገለመለ ይበሃል ማለት እዩ። ኣበይ ነይሮም ዝ15 ዓመት ኣይትፈልጥን እንታይ ዳ እንታይ ዳ ሓደ ሰብሲ ከምቲ ዝዓበየሉ እዩ ዝኸውን ነፃ ዘሰዲድካዮ ነርካ ሓላል ኣይፈልጥ ሓራም ኣይፈልጥ ከምቲ ሕብረተሰብ ዝዕበዮ ዓብዩ ከመይ ጌርካ መጠረሽኡ ከምኡ ኣይትግበር ክትብሎ ትኽእል ፈብታሊ እቲ ተርቢያ ጋና ካብ ብንእሽትኡ ከሎ እዩ ከምቲ ረሱል ላ ሰለም ነቲ ቆልዓ ያ غላም ሰሚላ ኩል ብየሚኒክ ወኩል ምማ የሊክ ብስሚላ በል ብየማና ኢድካ ብላዕ ብቅድሚትካ ዘሎ ብላዕ እዚ ንባዕሉ ጋና ከምቲ ብቀዳማይ ዝዘከርኩልኩም ደቂ 4 ዓመት ዘለዉ ምሳና ሕጂ ቆልዑት ኣብ ስራሕ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ይገብሩ ባዕላቶም መግቢ የምፅኡ ኮፍ ኢሎም ይበልዑ ፋርኬታን ማንካን ገይሮም እዚ ካራ ባዕላቶም እንዳቆረፁ ብዙሕ ነገር ሕጂ ካብ ደቂ ዓመት ከለዉ እዮም ኣነ ምሳጅ ጀሚሮም ካብ ደቂ ዓመት እየ ዝፈልጦም ሕጂ ኣብዚ 3 ዓመት 4 ዓመት ዓጂብ እዩ ዝኾነካ ክንደይ ነገር ብቋንቋ ድዩ ብዙሕ ተጠውር ገይሮም ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኩሉ ግዜ ስለንከታተሎም ስለዘምህሮም ኣብ ገዛን ኣብ ዝውዕልሉ ምሳና ማለት እዩ ክኸውን ከሎ እዚ ቆልዓ እንዳተማሃረ እንዳፈለጠ እንዳተጠወረ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕጂ ብመሓባ ኢኻ ከዓ ትኸስቦም ብመሓባ እንድሕር ሒዝካዮም ቆልዓ ብጣዕሚ እዩ ዝሰምዐካ ወሊዛሊክ እቲ ሽዳ ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ቆልዓ ኣይሰምዐካኒ ብጣዕሚ እዩ የንፍር ብጣዕሚ ይፀልእ። ሕጂ ንሕና ኣብቲ ቆልዑት ምሳይ ዘለዉ ኩሎም ተፈላለዩ ሃይማኖት ተፈላለዩ ዓለት ኣሎ ላኪን ምሳይ ቅርርብ ዘለዎም ዳርጋ ኩሎም ሓደ ዓይነት እዩ። ንምንታይ ኣነ ንኩሎም ብመሓባ ብፅቡቅ ስለ ዝቀርቦም እንታይ እየ ዝሓስብ ኣነ ንዓይ ብቆልዑቶም ሲ ክዝክሩኒ ፅባሕ ንግሆ ከለዉ ሱራ ጀሚላ ክገድፈሎም ኣተር ጥራይ እየ ዝደሊ ለኣኑ ሙዓልም ማለት ወይ ድማ መምህር ማለት ነቲ ቆልዓ ዓብዪ ነገር እዩ ቁድዋ ናሃት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ሓንቲ ትዕልለኒ እሳኸማን መምህርያ ናይ ቆልዑት ናይ ርያድ ኣጥፋል ማለት እዩ ከምዚ ናሃተይ ሕጂ ኣብ ሓደ ቦታ ከይዳሲ ሓንቲ ጓል ጠጠወ ቢላታ ዓባይ ጓል ኮይና ፈሊጥ ክንዶ ትብላ እሳይ ዘከረታን ጠብዓ ብቆልዓ ምስኣ ነይራ ኣነ ኮ ከምዝኣምሰልኪ እየ መምህረይ ነርኪ ብጣዕሚ እ ዝክረኪ ሕጂ ስብሓንላ ኢላ ዳሕራያ ትዕለኒ ምስ ረኸበታ እዚኣ ቆልዓ ብጣዕሚ ውዒት ያ ነራ ሽግር ብዙሕ ዝነበረ ያ ግን ከምዚ ኢላ ትበፅሕ ኢላ ኣይተሓስቦን ነራ ኣብቲ እዋንቲ ላኪን ዓብያ ስራሕ ጀሚራ ማሻኣላ ኮይና ሕጂ እታ ቆልዓ ግን ትዝክሮ ግን ናይዛ መምህር ሙዓመላ እያ ትዝክሮ ብጣዕሚ ጠቂምክና ብጣዕሚ ኢና ንፈትወኪ ነተን መሓስተይ ምሳይ ዝነበራ ሽዑኡ ከማነይ ኣለዋ ክነግረኒ ክንራኸብ ኢና ሓደ ኣብቲ ስራሕ ትሰርሐሉ ዝነበረት ኣብ ካፌቴርያ እዩ ነይሩ ዓዲማታ ኣይትፈልጣን እያ ግን ኣነ የ ዝዕድመ ኪላታ ንምንታይ ዳኣ ትበለታስ ከምዚ ኢል ክስኩካ መምህረይ ነርኪ ኢላታ ፈልኢንሳን የትሩክ ልኣተር ጠይብ እንኳን ዶ ከም ወላድሲ ዮምያት ኩሉ ግዜ ትራኸብሲ ካልእ ሰብ ከማን ካልእ ቆልዓ ከማን ኣብ ሂወቱ ብፅቡቅ ክዝክረካ ከሎ እቲ ኣተር ናሃቱ ዝገበርካ ዝበልካዮ ነገር ተኸቲልዎ ይኸይድ ማለት እዩ። ፈሊዛሊክ እዚ ወላዲ ኮይኑ ከዓኒ ኣብ ደቁ ዓብዪ ተእሲር ስለ ዝገድፍ ብኩሉ ጥሩቅ ክፅዕር ኣለዎ ማለት እዩ ንኸስምዖም ንኸፍልጦም እቲ ደረጃ ናሃቶም ፈብታሊ እንድሕር ክልቴካ ሓደ ዓይነት እንድሕር ዘይኮንካ ኣብቲ ገዛ ኣቦ ካልእ መንገዱ እታ ሰበይቲ ኣደ ካልእ መንገዳ እንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ላኪን ፍኒሃያ እንድሕር ዓዚም ኣለካ ኮይኑ ኣነ ዝኣምን ኩሉ ግዜ ነዘን ኣኸዋት ንኩለን ኣሕዋትና ዝብለን ማለት እዩ ኣደ ኣ ትዕቢ ኣደ ኣ ትርቢ ኣቦ ይርብን ድዩ ላኪን ናይ ኣደ ተርቢያ እዩ ኣገዳሲ ኣይ ዋሕድ ኩሉ ግዜ ንምሰብ ንምንታይ ኣዲ እዩ ዝዝክር ንምንታይ ኣደ ሙሂማ ሓያት ልኢንሳን ኣደ ኣ ኮ ተሃንፅ ኣደ ኣ ግደፍ ትብለካ ኣደ ዝግበር ኣይትግበር ኣደ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስለትምነየልካ ንሳ ኣ ኩሉ ግዜ ከይተዓበት ሕጂ ብዙሓት ኣለዋ ሰብኡተን ኣክቲቫት ስለዘይኮኑ ኣብቲ ተርቢያ እሳቶም ስለዘየለዉ ደቅና እንታእሽሙ ኢለን ተስፋ ዝቆርፃ ወይ ድማ ሸላ ዝርኦ ኣለዋ ኣቦ ስለዘይተገደሰ ኣቦ
يعني مهم عندي كم زبل ناي مسؤولية لو عندي ربي زهابم طبعا قالو اكتيفات زخونو ابوتات ما شاء الله اب كلنا يدق دقم هيوت زكافلو مالتيوم بتقداسنت يخون بمحبه مهاب يخون كل نجر ما شاء الله عليهم يعني قالو قالي امك ابوتات مع الاسف ابوتات خونو زي قبوم يعني لكن خلاص ابوتات يوم داي تقبرهم نزيوم يعني السخا حجيك تعرض فتن مالتي حجي تهدسي تي كوناتات ناي سبع ايالي اينا از تقم اينا از يتقم دا رايت نسا ابلح كوينا نتوم دقا نسا اكتكسبوم زلوا حتى يعني ولا زيرو يخون توب بزي قدس لانه نحنا حتى في التاريخ يعني ان شاء الله خنذكرهم بزحات علماء زخونو اب اسلمنا اديتاتهم طراين عبيونهم ايتان نيروم قال لهم تفالا ليو ابوتاتهم ريهم زي فلطو اصلا ما عاشوا مسبوهم حتى مع الزينبرو قالوا فبالتالي تا ادي اتهنص ادي اتتعب كي دخمت ليتن قطرن سجدوا اصنعوا كم زغبروا كم زغبروا قران كيدو نع حفظوا نعونا بزخيدو تيلا داي سلتوا لانه اسا كابتي انجتا سلازوتو كابتي كبدا سلاز رحيما سلازوتو يعني زبلو طاب عالم كخونو لا اتدلي يعني حجينا ابنت نحنا انا دقي ذكروا مثلا دز زي بلوم مسكال توادرنا نركبلو حجي تمود دار ريخا وكله ود كله قال اخا ينفع وقال اخت بلوم كلخا نحنا انتي مثلنا نعونه تود كله ري امسك مهارو لكن مع الاسف ايكونن يعني اخت وادرهم كلخا السخا سنف مالتي خاينا نبلوم دلنا نحنا قنكم التعب يا سلا زعبنا كوم نورمال مثلنا نيرو نعوم قد ساي بلوم نيرو حجي حجي اخت حاسبون كلخا حق اميهم السخا اخا نفع كند نبلوم كله ود كله دري خايو حجي نعين تايبلوني نيم كل جزء كلا ود كلا خبلهم كلهم نحنا هنا نفلت أم خبا خن لعلك وزي أم دك كلا يبلوني تاي جبرو أبدا قاعد فلت إن إحنا نحجش كاب أتم يبلوني سلزي فعلا توم شباب توم أبدا جز فالوت أخ أبى علم سلزي فالوت أو نعانا من البت بدا جز الرأي إن خم ولدي ويد ما أتم ولد دوم حدا حدا جزء ينقد أم صقيلهم ولا حنت زي جبرو ينقد أم حجي ساتهم توم ولد دوم سلزي دوا منبر استخدم ما أيد فلت إني يبلوني معلتهم فلذلك إذا تربية حقيقة كل جزء كم تدقاق من زبلنا يو خبيد نجار يقلل نجار يكون في النهاية خاني الدعاء نرب المنان صالحين كجبرون تقندي طبعا نحنا نأخذ بالأسباب بتأسباب زبلنا ربي نجبر لكن في النهاية في الأول وفي الآخر سي اتي توفيقنا رب العالمين دائم بري نحنا نفي ناس لزخنا ويدما سلز خالنا يو زي كوني رب العالمين بتدعاء تقبره بتترب تلمنه إن توم قل عد صالحين كونهم من قد رب من دحر حيزو ملكا كهلا ولا حن تزج أنا غي كونن كأندي سجتي نربهم تجزأتي خونو الكخلو كاب زبلت نجري لنا مالت تحريتنا أمور الدنيا كم سبب مالت يوم كله عند حرساتهم كيف حجرهم الدنيا كدح سلز خونت كم تنحنا كدح قلنا نحلفون زلنا حلفنا يون نساتهم كدح غيرهم كحلفيهم أهم شيء قلنا أفتي مسمر نايدينو من ناي ربي مقزاء عند حرات حيزنا يوم تخالق كله محلول يعني تأقم يلا تمرتي اليوم أبز درجة بتحوه تصبق اليوم بتحوه ملكات تحقو استزي كوني بتزلهم درجة ما الحمد لله بخالق نقر شقر يلا أهم شيء قلنا كابتدين روحو قات عند حرقو ينوم قلنا إزي تعابي خسارة في الدنيا وفي الآخرة سلازي كمزي سويدن انتاي بلو كبلو خلو ودسب كل جيزة طالما هو يعني يتنفس بالحياة وطالما هي وتلو كل جيزة مهار مالتيو يعني انت ممهارن انت تعليم وانت كابتناي تمكرونا هي وتيخون ولا أنبيب كاديخا سميع خاديخا كل جيزة ستقوي بلني سقابت موجود مالتيو لك عم تزبلو مالتيو العلم من المهد إلى اللحد كابتيز وتولد كارلوس كابتي موتولوس لزخونة كل جزء نحنا نتاينا هنقبر زلنا طبعا كابتي تمكرو تمهرنا يو اندحر ما زلنا قلعت ابتحتينا لو خوينم نعبيهم قلعت اندحر اليومنا تيجي غاز قبرنا يو ندا قدفنا ندقنا ندا محيشنا كل جزء خاني مزدقنا اعتذار كنا مبدأ لنا مسقوم جيغاز قبرنا يو سلكع جيغا خم نقبرنا كم نقبر نحنا ممكن امن اللو مالنا ممكن ادك اسهباتينا ولد خوينا تي ناي ولادي مخانسي نتي ولد تصعونو زي كونسي
يعني محبة خونا له أنا كون عها كم زبلة كذا له خونا عها حالي الكعي كم زبلة كذا له خو كون عخس لزفة وكئي كم زبلة كذا له خو كقدر فوكوز قليل يو لكن كاب تقداس النت مرأي مالتي نعم نت بزحت قل عتها لو حجي أبزي إيروبا مالتي ولدهم ما شاء الله يعني درجة علمية لعلي زلوهم جنزب زي بهال نابرا زي بهال زلوهم لكن دقهم نفسهم يطفوا من تاي يلوم كريو خلو زوم باحثين مالتهم سيرش زغبروا انتي يخونو مالتهم اتم قلعوت زقدس لهم سبي يبلهم مالت مهناتو ولدي كلهم مشغولين يوم اب سراحهم غنزب كوكبو اتم قلعوت دلايكم غبر يبلهم غنزب يبوهم غلي يبوهم كل نجر بقلعتهم كله بزح نجر يفتنو مالتهم مهنات زو قصصرهم سبي يلن ابنت ابيم سيخه ابنت اخون كدونغي خامت سيخه معست اتو اخا استات نتقلعة بالطعم أقداسي يعني نفسيا سقاب كندينا يتقدس له خمو خان كاي فلتيو عند حد الله كاكبر الكا يقوم بحد سيرو اي تقدس له نزل لخا ايزو وزدو نتقلعة خمان سلازي انتحاري قبرو بزحات منا اسي بزحات قلعوت بنا اشتا ام كلو اب انتحاري بزبط صحو قلعوت هلو نسأل الله العفو والعافية يعني من تاي كافتي تقدس النت زي مركابهم بخال اسايد كأخندري اخلنا خاني ناي ولدي دقطات كأني طعمي تصعنو ابي الله خبي اتخبي وتخسي كخب يعني لك درجه وتركل زي حاجه من قد خاني من كتر ما يكبت عليهم ولدي دقط يقبر لهم يعني معسينا خب زوم ولدي زوم طفينا خن كي زبلو اقول عتك الله نسال الله العفو والعافيه يعني لازم بالانس حل له يعني اتي ترقيب وترهيبسي كم زي شعره معاويه زبها المعاويه انا ابنت كل جيزه مستوم طلعته حنساب يسحبها تا اغري خمس بهال يشدد لهم حنساب ما يقرفهم ذا لايق قورو حجي مس قلعة كومي يعني قالو اوقات صيل كان دا تقاقي يتري قلو قالو مالتي ما عاسي خاط ملسو الكا بروغرام غير كات ملسو نقرات اللو ولذلك عندي اتنتا اخوون زلو اتي تربية نفسية اواعي ابوشتهم نربي فرحات كتمهرهم كلخا كل نقر من قدون مسرع حيزي خير مالتيو نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى زي طبعا زي حديث زي أبزت أوبلنا لنا مالتيو أما تأينا تبخ أن يحرس الصالحين الصادقين على سلاح الذرية زبلنا تبخنا أتوئنا وربي وفقنا وربي دكنا دكنا ذريانا صالحين مؤمنين رب العالمين يقبر لنا يوم القيامة نحق وسلمن بقاته من خرع رب العالمين يقبرنا اللهم آمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.